الاهلي ازاي؟ وانت اكيد قالوا لك انه اول مره الاهلي بيشكل فريق كره قدم نسائي، هل كنت سامع عن الاهلي قبل كده ولا لا؟ وهل استغربت لما قالوا لك الاهلي اول مره بيشكل فريق كره قدم نسائيه؟ حسنا، للإجابة على سؤالك، لقد لقيت اتصالا من الأهلي، لقد كنت في المغرب في ذلك الوقت، ومن المعروف أن حينما يتصل بك فريق كالأهلي لا يمكن أن ترفض. لا يمكن أن ترفض ليه؟ علشان اسم الأهلي. هل أنت كنت حافظ من هو النادي الأهلي؟ حد كان مفهمك ولا أنت كنت اتفرجت بالفعل على النادي الأهلي وسمعت عنه كويس؟ كنت أعلم فريق الأهلي قبل أن أحضر إلى هنا من خلال البطولات التي حصل عليها الفريق في كرة القدم بشكل عام. الأهلي هو كما ريال مدريد في أوروبا. نعم.